عودة من جديد مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير مجددا. ننتقل فورا إلى فقرة قضية، وقضية حلقتنا لهذا اليوم مع انتشار ممكن نقول اللي هو التطبيقات الإلكترونية والعولمة والتكنولوجيا، كل مرة ماشى في تطور، ولكن هنالك بعض المشكلات اللي بتمر بها جزء معين من التطبيقات. حنتعرف على هذه المشكلات وكيفية برضو معالجتها مع الأستاذ عمر عبد الله عثمان، محامي ومستشار قانوني. مساء الخير عليك. مرحبا، عليكم السلام استاذ علاء، مساء النور عليكم وعلى كل المشاهدين الكرام. الف مرحبتين حبابك. يديك العافيه وحبابك عشره معانا. في البدايه خلينا نتكلم بشكل سريع عن مفهوم التجاره الالكترونيه. مفهوم التجاره الالكترونيه هو عمليه بتاعت اداره وتنفيذ عمليه التجارة الإلكترونية. بالتالي في منتج أو خدمة بيتم بيعه، لكن ما بيتم بيعه بالطريقة التقليدية، بيتم بيعه بالطريقة التقنية، بنستخدم فيه التقنية. والتجارة الإلكترونية هي أحد أعمدة الاقتصاد الرقمي. الاقتصاد الرقمي بيقوم على حقيقتين، الحقيقة الأولى الإنترنت أو التقنية، الحقيقة الثانية التجارة المستخدمين فيها الإنترنت نفسه أو التقنية نفسها. طيب هل يشترط ممكن نقول اللي هو عشان أنا أكون تاجر إلكتروني يكون عندي مثلا تطبيق معين، ولا بكتفي مثلا بمنصة في إحدى ممكن نقول مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالتأكيد بنستخدم التقنية بكل ما تحمل من معنى، سواء كان تطبيق أو ويب سايت، نستخدمه في أنه نبيع منتجاتنا أو نبيع خدماتنا، وبالتالي كده باعتبارنا استخدمنا التقنية نفسها في إدارة وتنفيذ عملية البيع والشراء، سواء كان المنتجات أو الخدمات، لكن بطريقة تقنية، يعني ما بنستخدم فيها الطريقة العادية التقليدية. طيب خلينا اللي هو نفرق ما بين التقليدية لأنه شافك ذكرتها، وما بين ممكن نقول التقنية، الفرق بيناتهم شنو؟ بالتأكيد التقليدية ما بنستخدم فيها تقنية، بتكون النظام العادي المعتاد لكل الناس من اليد لليد، يعني سواء كاتصال مثلا هاتفي أو لا، من دون اتصال، من دون استخدام اي من نوع من التقنيه. تمام. ده بيسموها تجاره تقليديه، تجاره عاديه. لكن التجاره التقنيه او التجاره الالكترونيه نستخدم فيها كل انواع التقنيه، سواء كان الويب سايت او التطبيقات او اي نوع من انواع التقنيه المستخدمه في التجاره الالكترونيه نفسها. نعم. طب كيفيه ممكن نقول اللي هو الاستفاده من التطبيقات الالكترونيه بشكل ممكن نقول اللي هو محدد، انه انا كمثلا شخص عندي بضاعه معينه، كيف اللي هو الاسهل لي انه انا مثلا اصمم تطبيق خاص، ولا انه انا امشي استند الى منصه بتاعه اللي هو تواصل اجتماعي، يكون عندي مثلا ويب سايت او ما الى ذلك، شنو ممكن نقول الاليه اللي حتخليني انا ناجح في التجاره الالكترونيه؟ بالتاكيد لما تستخدم حاجه مملوكه لك انت بتقدر تدير اداره جيده، بتقدر تمارس فيها كل المطلوب لتجاره سواء كان الخدمات او المنتجات. وبالتالي انا بايد انه كل الناس اللي حابه تشتغل في مجال التجاره الالكترونيه في انه يكون عندهم التطبيقات مملوكه لهم او المواقع مملوكه لهم، برغم انه فيها مسائل قانونيه في حال انه تم استخدامها بطريقه غير قانونيه، وبالتالي بمعنى كيف يعني حستخدم انا التطبيق بطريقه غير قانونيه؟ اذا كان التطبيق ما مملوك لك، تمام، انت كده بتكون تعديت على ملكيه الغير في انك تستخدم الحاجه المملوكه للغير في انك تسوق بها لبضاعتك، سواء كان بضاعه او خدمه، وده باعتباره تعدي في القانون، يعني نعم يعتبره تعدي على ممتلكات الغير واستخدامها لاغراضك الخاصه. بالتالي بحبس كل الناس اللي بيشتغلوا في المجال دي يكون عندهم التطبيقات مملوكه لهم، او يكون في اليه معينه بتخليهم هم عندهم الحق القانوني في انه يستخدموا التطبيقات او المواقع او اي وحده او اي شكل من اشكال التقنيه. طيب خلينا نتفق انه التجاره الالكترونيه بشكل عام واضح مربحه جدا، لكن بالتأكيد. انت عشان يكون عندك اللي هو تطبيق دي حاجه مكلفه. بالتاكيد. فكيف انت مثلا كتاجر بسيط بادي يا دوبك، كيف حتلجا للتطبيقات الالكترونيه وانت مثلا ما عندك راس المال اللي بيوفر لك انك تنشئ تطبيق يكون خاص فيما يخص ممكن نقول التجاره؟ بالتاكيد ما شرط انه تنشئ تطبيق خاص مملوك لك، لكن انا بقول الافضل انه يكون عندك تطبيق بعد ما تصل المرحله دي. بالتاكيد يعني. طيب شنو ابرز المشكلات اللي ممكن تواجه التجار الالكترونيين، او ممكن نقول اللي هو العملاء المملوكين لي، او ممكن نقول منتسبين لي؟ بالتاكيد المشكلات كثر، ولكن احنا ممكن نناقش فيها جزء بسيط جدا خاص بالجانب القانوني. تمام.
التجارة الإلكترونية بتعتمد زي ما قلنا على التغانة، ومن ضمن التغانة التطبيقات. التطبيقات إذا ما تم استخدامها بطريقة قانونية قد تكون ساحة كبيرة جدا لممارسة الجريمة الإلكترونية. صحيح. تأكيد. طيب. وبالتالي لو كنت عايز أشتغل في المجال ده، عندي ضوابط معينة خاصة بالدولة وخاصة بالمجال اللي هشتغل فيه وخاصة بالخدمة اللي بقدمها، سواء كان خدمة أو منتج. فلما أقدم الخدمة بطريقتها القانونية كده أنا بكون قدمتها في إطار قانوني وحميت نفسي من أي مساءلة قانونية لاحقة يعني. دي برضو نحن بنقول على هذا تحدي قانوني يعني. طيب كيف تقدم المساءلة القانونية؟ هل هنالك حكومة إلكترونية مفعلة عندنا هنا في السودان مثل باقي الدول ممكن تحاسب الناس اللي بيستخدموا ممكن نقول الشبكات العنكبوتية بطريقة غير صحيحة؟ ما بنقدر نقول عندنا حكومة إلكترونية، لكن عندنا قانون مسن هو قانون مكافحة الجريمة المستحدثة. عندنا نيابة مختصة، عندنا شرطة مختصة، عندنا دائرة بتاعة تحقيقات مختصة، وبالتالي اللي بيتعامل في المجال ده في انه يبيع خدمة او يبيع منتج بطريقة غير قانونية اكيد بيلقى المساءلة يعني. فبالتالي عندنا القانون اللي بينظم موجود القانون. نعم. طيب احنا قاعدين نسمع في الآونة الأخيرة انه في تطبيقات كثيرة ناس نجحت انها تحتال على غيرها بها. يمكن الآلية اللي استخدمت في طريقة الاحتيال يعني ما مثبتة لغاية الآن لأنه في كذا طريقة، فكيف نحن نقدر اللي هو نستخدم حتى بقى في تخوف من استخدامنا للتطبيقات، فكيف نحن نقدر نستخدم تطبيقات بدون خوف، بدون ما ممكن نقول أو بدون ما نشكك في ممكن نقول درجة أمان التطبيق؟ واحدة من المشكلات القانونية في أنه التطبيق أو العملية اللي بتتم في التطبيق بتكون عملية تقنية. العملية التقنية ما بيكون فيها تداول سواء كان للخدمة وللمنتج بصورة واضحة ملموسة، وبالتالي كل التداول بيكون تداول تقني. التداول التقني نحن نقدر نقول عليه ما فيه مستند واضح يثبت العملية بتاعة التداول، وبالتالي بيصعب تحديد المتعامل. في حال صعوبة تحديد المتعامل بتواجهنا مشكلة برضو في إنه كيف نقدر نتحصل على هوية المتعامل. تمام. لأنه المستخدم في المستخدم للتطبيق قد يخفي هويته. دي برضو بتخلينا ما بنقدر نلاحق المستخدمين، لأنه زي ما قلت لك الهوية بتاعته بتكون هوية يعني غير حقيقية. وبالتالي بنستخدم التقنية لكن بتواجهنا مشكلة كيف نثبت العملية وكيف نعرف المتعامل، لأنه بنتعامل زي ما قلت لك بنتعامل بطريقة ما فيها نوع من التسليم والتسلم يعني. طيب. التعامل التقني دي بتواجهنا فيه مشكلة، وهي مسألة قانونية في تحديد المستند الملموس. أيوه. الشخصية المدعومة بالمستند والتوقيع الإلكتروني، ودي مسائل يعني يطول الحديث فيها لأنه الناس أبحرت فيها وحققت فيها تطور في البحث فيها، ودارين حلقة كاملة عشان نقدر نتكلم فيها. لكن صح. عامة التعامل الإلكتروني داير وعي مجتمعي. وعي بالتغنية. صحيح. واستخدام التغنية، وده كلنا كده بنلعب فيه دور يعني إن شاء الله في إنه نوعي الناس ونعرف الناس في إنه كيف يتعاملوا في المنتجات اللي بتلقوها عن طريق التطبيقات والخدمات اللي بتلقوها عن طريق التطبيقات. لأنه المنتج اللي بيتم تسويقه عن طريق التطبيق يعني ما بيكون مرئي، ما زي لما يشوفه بعينه على الواقع يعني. الحقيقة يعني غادي يتفاجأ بعد إكمال عملية الشراء إنه هو ده ما المنتج اللي طب أنا كيف مثلا أيوه. إذا حصل لي كيس زي ده ممكن يكون اللي هو كيس بسيط، لكن هل ممكن بعد ذاك إذا تخلف مثلا ممكن أقول التاجر عن إنه يرجع لي المنتج أو المبلغ المالي ألجأ للقانون؟ بالتأكيد تلجأ للقانون، وأكيد القانون بينظم القانون المختص اللي بينظم إدارة العملية التقنية. وفي محاكم زي ما قلت لك مختصة، وفي حتى أساتذة محامين ما شاء الله سوداني يعني، في الناس اللي تقدموا في إنه يعرفوا كل المعارف دي. وإن شاء الله حقك ثابت يعني إن شاء الله تعالى، حق كل المشاهدين في إنه ما تخافوا، الموضوع محتاج لوعي زيادة في إنه كيف الناس تتعامل عن طريق التطبيقات، في إنه كيف تشتري المنتجات أو الخدمات.
ممتاز. طيب واحدة برضو من الحاجات المهمة جدا في إنشاء مثلا كل التطبيقات الإلكترونية أو استخدام اللي هو الشراكات الذكية، إذا كانت ما بين البنوك المصرفية أو إذا كانت ما بين التجار، في ممكن نقول اللي هو تطبيقات بتجمع أكثر من تاجر، بيكون في بيناتهم اللي هو مصلحة مشتركة، هل هنالك نسبة معينة ممكن تكون اللي هو محددة قانونيا فيما يخص اللي هو الربح للأطراف الشريكة؟ عندنا مبدأ في القانون بيقول العقد شريعة المتعاقدين، ده بيعني أنه إذا كان في أكثر من طرف في العلاقة التعاقدية أو في أي شراكة ذكية، سواء كان بين قطاع عام وقطاع خاص، شراكة ذكية بين بنوك وأفراد بمختلف أنواع الشراكات، هنا القانون أدى مساحة كبيرة جدا للمتعاملين أو لأطراف العلاقة دي في أنه يصيغوا عقد اتفاقي يعني يناقشوا فيه كل البنود من ضمنها مسألة الأرباح، مسألة الإدارة المشتركة، مسألة كل المسائل القانونية بيكون فيها نوع من الإجحاف أو الإسعان للأطراف الثانية في العقد يعني. فمتاح وممكنة في أنه كل الناس تعمل شراكات ذكية وتتفق على الأرباح المرضية بالنسبة لهم. طب خلينا اللي هو نمسك الجانب بتاع ممكن نقول وضع السمسار أو الوسيط. الحاجة دي متعارف عليه أنه في نسبة معينة محددة قانونياً فيما يخص اللي هو التعامل بتاع الوسيط مع العميل أو مع البائع. طيب داخل التطبيقات إحنا ما حنحتاج لوسيط، لأنه التعامل بيكون مباشر ما بين التاجر والعميل. هل بيكون مثلاً ممكن نقول خفض للأسعار أو ممكن نقول اللي هو فوائد أو حاجات بالشكل ده؟ سؤالك ده بيقول لي سؤال في أنه التطبيق هو بيكون يعني في 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 في, 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 في بين المتلقي الخدمه او او مقدمه او بين منتج المنتج او مستهلكه. نعم. هو بيقوم مقام السمسار او الوسيط بيناتهم. انا ما بتذكر او بدخلني ذاكره في انه القانون تحديدا يتكلم عن مساله تحديد القيمه اللي بيشيل السمسار، ما بقدر اتذكر الان، لكن السمسار بياخذ نسبة معينة، وبالتالي التطبيق مفروض يكون ياخذ نسبة نفس النسبة أو نسبة مساوية، لأنه في النهاية هو بيقوم مقام السمسار نفسه. التطبيق هو بيكون الوسيط؟ بيكون الوسيط دائما. التطبيق أو الجهة اللي بتشغل التطبيق يعني. تمام. فبتاخذ النسبة دي. ده في حال إنه التطبيق غير مملوك لشخص. مملوك مثلا لمؤسسة، وأنت كتاجر جيت مثلا أخذت منه مساحة، أو ممكن أقول اللي هو استأجرت منه. طيب هنا نشهد علاقة جديدة بين بيني أنا وبين صاحب التطبيق أو الجهة اللي بتشغل التطبيق. بالتالي أداني مساحة في أنه أستخدم التطبيق، لكن أكيد عندها مقابل، المقابل ده مقابل اتفاقي بين صاحب التطبيق. صحيح. ومستخدم التطبيق. تمام. لتحقيق أغراضه الخاصة. أوكي. يلا المساحة دي هي فيها نوع من الحرية، ودي فيها اتفاق بيكون بين المستخدم للتطبيق لتحقيق أغراضه الخاصة وأرباحه وصاحب التطبيق، سواء كان جهة خاصة أو فرد أو حتى ممكن يكون حكومة يعني. ممتاز. طيب بصفتك مستشار قانوني، شنو ممكن نقول أبرز الاستشارات اللي بتتردد عليك طوالي فيما يخص عمل التطبيقات الإلكترونية؟ أبرز الاستشارات هي اللي بتتردد علينا في الأسماء المستخدمة في التطبيقات، العلامات التجارية اللي هي ما يسمى بالبراند. الأسماء التجارية أكيد في الدولة هنا عندها جهة معينة بتدير عملية تسجيل الأسماء التجارية، العلامات التجارية نفسها عندها برضو جهة قانونية بتدير عملية تسجيل العلامات التجارية، وكل الاستفسارات والأسئلة بتكون في إنه هل ممكن أشتغل وأعمل تطبيق من دون ما أسجل اسمه؟ وأكيد نحن ردنا بيكون بالتأكيد الناس لازم تغنن وضعها من البداية وتسجل اسمها التجاري عشان يكون مملوك ليها، لأنه الاسم التجاري نفسه عنده قيمة سوقية يعني. يعني حتى التطبيق بيحتاج اللي هو بيحتاج لاسم تجاري. تمام. نعم. اسم تجاري وبعد ذاك علامة تجارية. علامة تجارية تميز الخدمة أو المنتج اللي بقدمه التطبيق. وبالتالي عشان تستخدم تطبيق وتستخدم فيه علامة تجارية تميز الخدمة اللي بتقدمها أو المنتج اللي بتبيعه، فلازم يكون العلامة مسجلة. حتى إذا كانت العلامة غير مسجلة واستخدمها أي صاحب تطبيق تاني أو أي جهة تانية وإنت كنت ما مسجلة، بالتالي يكون في جدال قانوني يعني. وبالتالي كل نصائحنا اللي بتكون لكل الناس اللي دايرين يشتغلوا ويستثمروا في المجال ده بنقول لهم
في انه سجلوا اسماءكم التجاريه، احفظ حقوقكم القانونيه، سجلوا علاماتكم التجاريه، اقدم خدماتكم في قالب قانوني ممتاز عشان ما يكون فيها مساءله قانونيه مستقبليه يعني. ممتاز. طيب ده اللي هو فيما يخص التطبيقات الالكترونيه. طيب اذا تكلمنا اللي هو عن الصفحات الالكترونيه او الويب سايت، بتحتاج اكيد لدومين ولتفاصيل كثيره جدا. بالتأكيد. هل بتحتاج برضو للتسجيل؟ ما عندي فكره والله تحديدا، انا كل المعرفه عندي عن التطبيقات تحديدا، لكن اعتقد هي نفس الفكره يعني. هي نفس الفكره. طيب يعني نحن بنقدم نفس الخدمات. ممتاز. طيب بصفتك برضو كمستشار قانوني، في مشكلات بيجيكنا العملاء فيما يخص اللي هو استخدامهم للتطبيقات الالكترونيه؟ بالتاكيد في مشكلات، مشكلات كثيره جدا. نحن كمجتمع سوداني للاسف لسه ما فتحنا على العالم الانفتاح المطلوب، وفهمنا للتقنيه فهم ما نقدر عليه، ما نقدر نقول عليه فهم كامل شامل. اغلب الاستشارات اللي بتجي في انه استخدمت التطبيق الفلاني واتصل عليه فلان الفلاني او شال معلوماتي فلان الفلاني، وبالتالي برضه من التحديات القانونيه في مساله استخدام التطبيقات الامن المعلومه يعني. في كثير من التطبيقات يعني فيها معلومات وفيها كميه كبيره من المعلومات، فاذا تم استخدامها بطريقه غير قانونيه يعني الشخص اللي بيستخدم او الجهه اللي بتستخدم المعلومات دي بالتاكيد بيتضرروا منها اطراف ثانيه يعني. نعم. فعاده بتجينا الاسئله والاستفسارات في انه لو استخدموا معلوماتي في تطبيق فلاني ولا في ويب سايت فلاني ولا في whatever، كيف انا اقدر اتعامل مع الجهه اللي استخدمت يعني. طب شنو بيكون الاجراء القانوني في حال الاجراء القانوني؟ دائما بيكون فيه نوع من الاستخدام نفسه، اذا كان استخدام ما فيه موافقه من صاحب الحساب بيكون فيه نوع من التعدي القانوني على خصوصيه صاحب الحساب يعني. واكيد زي ما قلت لك في طب الواحد وين ممكن مثلا يرفع بلاغ او يشتكي؟ طبعا ممكن نقول وين الدوائر المتاحه؟ في شرطه متخصصه، في نيابه متخصصه، وقبل قلت لك في قانون مختص، وبالتالي القانون ده اوجد لنا محكمه. عنده علاقه بنيابه المعلوماتيه ولا ديك حاجه؟ هي بالتاكيد نيابه المعلوماتيه، هي نيابه المعلوماتيه. نعم. لكن اجراءاتهم بطيئه جدا يعني. والله الاجراءات هي مساله راجعه للنظام الداخلي بتاع الاجهزه، وبالتالي هم عندهم سلسله بتاعت اجراءات، عندهم طريقه معينه للاجراءات، لانه هي دي جريمه حساسه بتحتاج تأني عشان يتم ضبطها يعني، عشان ما يتاثر منها طرف ثاني او طرف ثالث. ممتاز. طب ممكن نقول من المهدد الاكبر اللي هو مستخدم التطبيق ولا صاحب التطبيق فيما يخص المشكلات اللي بتحصل؟ يعني في مشكلات اللي هو اذا كانت من الشبكه بتاعت الانترنت، دائما العميل بيفتكر انه لا والله الشبكه ما عندها دخل، صاحب التطبيق هو المسؤول. التطبيق نفسه فبتقع مشكلات زي دي. النظام المشغل للتطبيق نفسه هو تحدي بالنسبه لصاحب التطبيق، المستخدم للتطبيق هو تحدي بالنسبه لصاحب التطبيق، الشبكه العامه هي تحدي بالنسبه لصاحب التطبيق، وبالتالي على حسب نوع الاخفاق، سواء كان اخفاق من الشبكه، اخفاق من النظام المشغل للتطبيق، اخفاق من المستخدم نفسه للتطبيق. في مستخدمين ما بيعرفوا يستخدموا التطبيقات يعني، وبالتالي بيجيك مشاكل في النهاية لما يعني تتسلسل الأحداث تكتشف أنه المشكلة كان أصلها المستخدم نفسه، ما كان عنده العلم الكافي، الدراية الكافية في أنه يستخدم التطبيق. ففي اللحظة دي بتحاول توضح له أنه وضعك القانوني سليم، لكن أنت في البداية يعني كان بينبغي عليك أنك تستخدم التطبيق ده بالطريقة اللي تم تصميم التطبيق بها يعني. قاعدين برضو نسمع شركات كبيرة، يمكن الحاجة دي قبل إذا أنا ما متأكدة سنتين أو زيادة، واحدة من الشركات الكبيرة الضخمة اللي هو كانت دشنت في السودان، وبعد فترة اتضح إنه هو تطبيق مسروق يعني، فوقف فورا التطبيق، ولكن ما سمعنا برضو عن الإجراء القانوني، تم المحاسبة تمت هل تمت لأنه هم مثلا أخذوا البيانات ناقصة ولا، ففي تفاصيل كثيرة زي دي. شنو الإجراء الحقيقي اللي بيتم إذا كان اللي هو صاحب التطبيق مخطئ، أو إذا كان مثلا اللي هو تعدى على قانون ممكن نقول زي ده؟ مشكلة التطبيقات واستخدامه في السودان
بيتحتم على الدولة المراقبة والإشراف، بيتحتم على الدولة وضع بيئة يعني بيئة خصبة أو بيئة قانونية صلبة وخصبة. نعم. في أنه أي صاحب تطبيق لو عايز يشتغل في السودان مفروض يأخذ تراخيص مشروطة باشتراطات معينة عشان ما تحصل الإشكاليات المذكورة. طيب في حال حدوث مشكلة زي اللي أنت ذكرتيها قبل شوية، أي زول يتضرر من أنه استخدم التطبيق المملوك للشركة اللي أعلنت إخفاقها بعد فترة من استخدام التطبيق، من حق أي شخص يتضرر أنه يمشي يلجأ للجهة القانونية ويقاضي نفس الشركة وتجبر الضرر، يعني إذا كان في أي ضرر نجمت عن استخدام التطبيق ويتضرر منها يعني. طب ليه الحاجة دي مثلا ما طلعت في الـ في الـ في الميديا في الإعلام؟ هل في تكتم ممكن نقول على مثل هذه المشكلات؟ أنا بالتحديد ما بقدر أجزم على 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 على, على, على الإجراء لأنه ما سمعت قبل كده، لكن خلينا نقول إنه لو حصل إخفاق من أي شركة بتستخدم تطبيق في إنها تبيع منتج أو تقدم خدمة والإخفاق ده يتأثر منه أي طرف ثالث، من حق الطرف الثالث يقاضي الشركة يعني. أكيد زي ما قلت لك في جهات في الدولة الحمد لله بتضمن حقوقهم لل صحيح. لكن برضو يمكن مع الثورة بتاعت التكنولوجيا لغاية الآن في تخوف كبير من الناس من استخدامهم للتطبيقات الإلكترونية، فممكن نقول شنو أأمن وأسلم طريقة لكل التجار سواء كانوا بادئين من جديد أو عندهم ممكن نقول خبرة على مدار سنوات ماضية من إنهم استخدموا هذه التطبيقات، شنو أنسب حاجة لهم كنصيحة من وجهة نظرك؟ نصيحة من وجهة نظري باستخدام التطبيقات بيحتم عليك مسؤولية كبيرة للمستخدمين لو كنت أنت صاحب تطبيق، وبالتالي أنا بنصح بأن الناس تغنن وضعها، بمعنى إذا اشتغلت في دولة عندها قوانين الالتزام بالقوانين الدولة تقديمك للخدمة مفروض يكون في قالب قانوني، تضع سيناريوهات للمشكلات اللي بتنجم عليها إجراءات قانونية، وتضع حلول للمشكلات اللي بتنجم على السيناريوهات المتوقعة للمشكلات. بكذا إن شاء الله ما حيكون. بكذا إن شاء الله ما حيكون في مشكلات، وبالتأكيد في مشكلات، المشكلات هي عملية مستمرة طالما الحياة مستمرة، لكن من الذكاء إنك يكون عندك حلول، والحلول في شكل نصائح أو في شكل متابعة لصيقة للسيناريوهات للمشكلات اللي بتنجم عن تقديمك لخدمتك أو بيعك لمنتجك، بالإضافة للمتابعة اللصيقة وتقديمه في شكل مرضي وقانوني يضمن حقك أنت كمقدم للخدمة أو كبائع للمنتج. الله يعرضك إن شاء الله بالرغم من كل الحاجات دي، وبنتمنى لك بإذن الله كل التوفيق والنجاح. أستاذ عمر عبد الله عثمان محامي ومستشار قانوني كنت أضيف معنا في فقرة قضية. جزاكم الله خير. شكرا لكم، شكرا على حسن الاستضافة، والتحية لكم ولكل المشاهدين الكرام لقناة السودان 24. يديك العافية.